برضو قطعتين تمام، ونفذت الايد اولها بالخيط الاوفايت لغايه عدد سطور معين، وبدات ادخل اللون الاصفر، هيبقى عباره عن الحته بتاعت النص كم بتاع البادي اللي هيلزق مع الجسم تمام. هبدا على دايره سحريه، جوه الدايره السحريه 6 غرز حشو، جوه الدايره السحريه 6 غرز حشو، هعمل دايره سحريه اهي، هحط جواها 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. اشتغلت جوه الدايره السحريه 6 غرز حشو، واقفل الدايره حلو جدا. هشتغل في كل غرزه من اللي عندي دول 1 2 عشان السته يبقوا معايا 12 غرزة حشو. في الدور الثاني عد معايا كام غرزة، 2 4 6 8 10 12 غرزة في السطر الثاني. السطر الثالث هبدأ ان انا انقص الغرز، فهعمل ايه؟ هعمل 1 حشو 2 حشو ورا بعض، بعد كده هشتغل تناقص، تناقص خفي تمام. دي اول مرة اهو، يبقى انا اشتغلت حشوتين ورا بعض 2 حشو تناقص، واشتغل تاني 2 حشو 1 2، وبعد كده اشتغل تناقص تاني مرة اهي، تالت مرة 1 2، وبعد كده اشتغل تناقص على التالتة. يبقى السطر ده هينزل معايا من 12 غرزة ل9 غرز حشو. عملت 2 حشو تناقص، 2 حشو تناقص، 2 حشو تناقص. ده بالنسبة لي السطر التالت في الايد. ابتداء من السطر الرابع انا هطلع ادوار ثبات، هطلع من السطر الرابع للسطر ال13 ادوار ثبات على 9 غرز. يبقى من السطر الرابع اللي هو جاي ده، دخل الفتلة بقى، من السطر الجاي اللي هو السطر الرابع انا هشتغل 9 غرز اهو. ده السطر الرابع، كل غرزة في غرزتها من غير تناقص ولا تزايد، هيطلعوا معايا 9 غرز حشو. ده هيبقى الرابع، ابتداء من الرابع لل13 ادوار ثبات على 9 غرز. هكملهم بره الكاميرا اللي هي هتبقى الايد، الحتة دي هكملهم بره الكاميرا واجيلك عشان هنبدأ نشتغل حاجة جديدة، وهدخل الخيط الاصفر، هيعتبر اكنه زي النص كم بتاع البادي، زي النص كم بتاع البادي او الفستان اللي انا بعمله لها تمام. هكمل سطور الثبات وارجع لك تاني. دلوقتي انا خلصت 13 دور بالخيط الاوفايت، هبدأ بقى اشتغل بالخيط الاصفر او اللون اللي انا عامله بيه الشوز وهيتعمل بيه الجيبونه بتاعه الفستان. بعد كده هشتغل بالخيط الاصفر، المره دي هيبقى فيه اختلاف ان انا هعمل تزايد، هعمل تزايد السطر ده. فهشتغل ايه؟ هشتغل اول واحده جايه عليها الدور في الدور ال 14 هشتغلها غرزه حشو، هشتغلها حشوه 1 حشو، اللي وراها هشتغل تزايد، الغرزة اللي وراها اهي هشتغلها تزايد 1 2، اللي بعديها هشتغلها غرزة عادية، غرزة حشو عادي، واللي وراها هشتغلها تزايد. واهم حاجة الخيط بتاعي تحت الشغل عشان اثبته، لان انا مش ربطاه تمام. اشتغلت السطر كله 1 حشو تزايد 1 حشو تزايد لغاية ما خلصت على 9 غرز اللي كانوا معايا في السطر ال13 تمام. يبقى السطر ال14 ده انا مخلصه. السطر ال15 هيبقى ثبات، كل غرزة في غرزتها بالظبط. يبقى انا السطر ال14 حصل فيه تزايد، السطر ال15 هشتغل كل غرزة في غرزتها من غير اي تزايد، او 2 3
أربعة 13 غرزة. اشتغلت السطر 15 على 13 غرزة، برضو السطر 16 هيبقى معايا على 13 غرزة بالظبط، الستاشر، وهيبقى معايا السطر 17 اللي وراه اخر غرزة في الايد، يعني انا عاملة الايد 17 دور. هشتغل السطر 16 بنفس الطريقة، 17 بس هيبقى فيه اختلاف، الخيط الاوفايد بس ايه عشان ما اخدهوش معايا في الشغل. كملت الصف ده ثابت على 13 غرزة، يبقى انا كده عملت صفين او دورين ادوار ثبات على 13 غرزة. السطر الاخير معايا في اللون الاصفر، هبدأ ان انا اعمل تناقص، هعملها ايه بقى، هعمل واحد حشو واحد حشو، وبعد كده تناقص واحد حشو، وبعد كده تناقص واحد حشو، وبعد كده تناقص. ونعد طلع معايا كام غرزة، كده انا كملت لغاية اخر السطر، واحد حشو تناقص، واحد تناقص، واحد تناقص، واحد تناقص، واحد. طلعوا معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع غرز حشو، اخر الايد هينتهي معايا على تسع غرز حشو. يبقى انا الايد عملتها كام سطر؟ عملت 13 سطر بالاوفايت واربع سطور باللون الاصفر، الايد 17 سطر بعمل منها اتنين. هبدأ بقى دلوقتي الفيديو الجاي ان شاء الله هبدأ اشبك الايادي في الجسم بتاع العروسة بتاعتنا. قبل ما اشبك بس هجيب حبة فايبر، محتاجة ان انا احشي الايد على خفيف خالص، خفيف خالص من تحت، ومحتاجة ان انا ازود بس في الحتة الاخيرة من عند الاصفر، لان انا في القطعة حتة الاصفر دي انا عملت تزايد وتناقصات، فالتزايد والتناقصات انا عملتها لي، انا عايزاه يدي الكم شكل البومبي، يبقى فيه انتفاخ شوية، عشان كده انا عملت الحركة بتاعت التزايد والتناقص. هحشي من تحت خفيف على خفيف خالص يعني، وبس اجي الحبة الاخر هعمل الايد التانية وارجع معاكو على التشبيك. خلصت حشو في الاتنين ايد، هبدأ ان انا اشبك الايد في قلب الجسم. الجسم كان معايا منتهي معايا على 20 غرزة حشو، منتهي معايا على 20 غرزة حشو عند المكان اللي فيه التسع غرز حشو، واشبك بغرز حشو غرزتين. هعمل ايه بقى؟ ادخل الفايبر كده حلو، هجيب الغرزة اللي قبل الاخيرة وادخل فيها الابرة اهي، واقوم مدخلة الابرة كمان في الجسم، واسحب من الجسم للايد غرزة حشو واقفلها. اتفضل معايا غرزة، الغرزة الجاية بدخل فيها الابرة واشيل المارك اللي انا حطاه في الجسم، خلاص انا علمت الغرز بتاعتي، وادخل الابرة فيه واسحب منه هو كمان غرزة حشو واقفل الايد بتاعتي. بعد كده همشي على الجسم من قدام 8 غرز حشو، 8 غرز حشو، 1 2 7 8 كده. اشتغلت على الصدر من قدام 8 غرز حشو، اجيب الايد التانية وابدأ اشبكها زي ما شبكت الايد الاولى بالظبط، شيل المارك بتاعي واجيب الايد التانية. بعمل ايه؟ بدخل في الايد هنا غرزة اهي، واقوم مدخلة من الايد على الجسم على الغرزة اللي عليها الدور دي، واخد من هنا لهنا غرزة حشو، اثبت الايد مع الجسم. الغرزة التانية نفس الكلام، بجيبها كده من جوه اهي للجسم، انا بقى بشبك الحتة خلاص بتاعت الظهر، وابدأ اخد غرزة حشو. معايا خيط من الازرق ده هيلخمني، اقصه واشتغل الاربع غرز الاخر اللي ناقصني من الظهر، كانوا اربعة بس لان انا اخدت منهم اربعة في الاول، اتفضل لي من ورا اربعة بس، واحد واحد اتنين تلاتة اربعة،
واحد اتنين تلاتة اربعة اهم. ثانية بس اتأكد من حاجة هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، واتنين على الايد تمام، وواحد اتنين تلاتة اربعة من ورا كده. ينتهي معايا الدور ده برضو على 20 غرزة، لان انا ما عملتش اي تزايدات، ما عملتش اي تزايدات، انا كنت بس بشبك الايد في الجسم منها فيها بنفس الغرز كده. انا خلصت الجسم بتاعي وشبكت فيه الايد اهي، هبدأ الم الغرز الايد مع الجسم. لو في اي حاجة ناقصة فايبر لسه لما اطلع بس الدور الجاي هبدأ ان انا اظبط الشغل بتاعي. هعمل ايه بقى؟ اتنين تلاتة اربعة، ومعايا سبع غرز على الايد فاضلين، سبع غرز فاضلين، هما كانوا تسعة اخدت منهم اتنين في التشبيك. اتفضل اتفضل معايا سبع غرز على الايد، هعملهم سبع غرز حشو. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، سبع غرز حشو، وابدأ اشتغل على الجسم من قدام الثمان غرز اللي معايا اللي انا اشتغلتهم السطر اللي فات، واقفل شغلي كده كويس عشان ما يبقاش فيه فراغات. واحد خمسة ستة سبعة ثانية، واحد اتنين تلاتة اربعة سبعة تمانية، واحد في غرزة انا نسيتها، في غرزة اهي نسيتها ما حطيتش فيها، يبقى طلعوا معايا سبعة. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وارجع اشتغل السبع غرز على الايد اللي من الناحية التانية اهو. الايد التانية من هنا هشتغل عليها برضو سبع غرز حشو، وهي واحد واشد الغرز عشان الايد ما يبقاش فيها فراغات من البداية، اتنين تلاتة اربعة، تاخديش فايبر بس وانت شغالة، خمسة ستة سبعة، شد ادخل الخيط الاصفر ده عشان طلع مني اهو، بعد كده هشتغل الاربع غرز حشو اللي على الظهر من ورا، واحد اتنين تلاتة اربعة كده. انا خلاص شبكت الايد مع الجسم وطلعت كمان سطر، وده هيبقى المنظر معاكي بالمنظر ده. عايزة تحشي احشي براحتك، بس انا كمان لسه هحشي لما اطلع السطر الجاي اهو. ابدأ اشتغل في ادوار التناقص عشان اقفل الجسم حلو، ابدأ اشتغل في ادوار التناقص. هشتغل بقى سطر تناقص، هشتغله ازاي؟ هعمل تلاتة حشو، تلاتة حشو، واحد
اتنين تلاتة، بعد كده تناقص هلم اتنين مع بعض في غرزة هيبقى من الجسم للايد، واشد حلو عشان اقفل الغرز بتاعتي، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده اعمل تناقص وبعد كده اشتغل واحد واحد اتنين تلاتة، بعد كده اعمل تناقص واحد، اهم حاجة بس خلي بالك ما تسيبيش ولا غرزة، اتنين تلاتة، وبعد كده اعمل تناقص من الجسم للايد التانية، هشتغل على الايد تلاتة تناقص، يبقى انا همشي السطر ده كله تلات غرز حشو، واحد اتنين تلاتة تناقص، كل الغرز بنفس الطريقة، تلات غرز حشو تناقص، تلات غرز حشو تناقص، واحد اتنين تلاتة، واخر غرزتين معايا في السطر ده هيبقوا تناقص. اشتغلت السطر ده كله تلاتة حشو تناقص ست مرات، ست مرات اعمل معايا المنظر ده، بدأ اللي هو بقى يقفل، بدأ اللي هو يقفل، فانا هبدأ ان انا ادخل الفايبر بتاعي وحش الشغل دلوقتي عشان ما يتزقش مني اكتر. هبدأ بقى ايه احشي الجسم حلو قوي، وكمان ازود في الايد اهو، لاني خلاص كل سطر ببدأ انقص فالمكان بيتزق معايا. هحشي الشغل على بعض كل السطر، اتنين حشو، واحد اتنين، وبعد كده تناقص، وبعد كده واحد اتنين. الغرز بس ضيقة، لازم تاخدي بالك عشان ما تفوتيش غرزة عشان العد معاكي يطلع مظبوط. واحد اتنين تناقص، ده على الايد، خلاص بقى انا بلم الايد والجسم، واحد اتنين، وهنا احط تناقص، واحد اتنين، وهنا هعمل تناقص، هينتهي معايا السطر ده على 18 غرزة حشو، 18 غرزة حشو، واحد اتنين، وهنا تناقص، واحد اتنين، والاتنين الاخر اللي اتفضلوا عندي اهم تناقص. هينتهي معايا السطر ده على 18 غرزة حشو، هعدهم اتأكد منهم، اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر 18 غرزة. السطر اللي جاي برضو فيه تنقيص، التنقيص عبارة عن واحد حشو، واحد حشو تناقص، واحد حشو، واحد حشو برضو تناقص. السطر ده هينتهي معايا على 12 غرزة حشو، واحد حشو تناقص، واحد حشو
التناقص بدأ بقى يلم معايا اهو. واحد حشو تناقص، واحد حشو في الاخر تناقص، هتلاقيهم نزلوا معاكي على 12 غرزة حشو. دلوقتي بعد ما وقفت عند سطر الحشو تناقص، حشو تناقص، ونزلت معايا الغرز على 12 غرزة بالظبط، ودي هتبقى ابتداء لأدوار الرقبة، تمام؟ فأنا دلوقتي طبعا أنا عامل الراس، فأنا عايز أقفل المنطقة دي، أقفل المنطقة دي عشان الفايبر ما يطلعش منها. فأنا هعمل إيه؟ هجيب حتة ستان، ستان أو أي قماش عندك، أي قماش عندك، قصيت منها حتة، قصيت منها حتة كده وحرقتها عشان ما تنسلش مني. حرقتها حلو عشان ما تنسلش. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هعمل ايه؟ لسعتني. بعد كده هجيب مسدس شمع لو عندك، لو متوفر عندك. هحط هنا حبة شمع كده في الحتة دي، ما نجيش جنب الشغل، على الفايبر، تمام؟ على الفايبر اهو عملت حبة شمع. بعد كده هجيب القطعة اللي انا جايباها وهدخلها جوه اهي، وهبدأ اللي انا ادخلها جوه بأي حاجة رفيعة انا بكتم بيها بس الفايبر بتاعي عشان ما يطلعش اهي. وفكرة مسدس الشمع انك تثبتيها بالمسدس الاول حلوة، يعني عشان الشغل بس يثبت منك وما تطلعش كده. انا قفلت الجسم خالص، قفلته وكمان دخلت له القطعة دي، فما فيش اي فايبر هيطلع معايا. سيبها بس تنشف عشان الشمع ما يطلعش من الغرز بتاعتي. عادلها، هي خلاص اصلا مسكت، بقت معايا اهي بالمنظر ده، اتقفل معايا الفايبر خالص كده. انا اضمن ان مفيش فايبر هيطلع من الفتحات. هبدأ اشتغل على الرقبة، هغير الخيط بتاعي وهشتغل بالخيط اللي انا عاملة بيه الجسم اللي هو اللون الاوفايت، وهشتغل على الغرزة الخلفية، وهسيب الغرزة الامامية من قدام عشان لو حبيت اعمل زي حلية كده، زي ياقة ولا حاجة للفستان. هبدأ اشتغل في سطور الثبات على الغرزة الخلفية دي بالخيط الاوفايت. خلاص بقى الازرق انا مش محتاجاه تاني. الغرزة اللي عليها الدور اهي، اسحب من اخر واحدة انا اشتغلت فيها التناقص، هبدأ اسحب منها الفتلة اللي انا هشتغل بيها باقي الجسم او باقي الرقبة بقى بالراس. خلاص هاخد الطرفين دول تحت الخيط عندي، وهشتغل 12 غرزة حشو في الغرزة الخلفية اللي من ورا، في الغرزة الخلفية اللي من ورا. شد بس كده خيطي عشان اعدل، مبقاش في فراغ واسع قوي. في كل غرزة خلفية من ورا هدخل الابرة واخد غرزة حشو، ادخل واخد غرزة حشو، تمام؟ هكمل الرقبة بره الكاميرا وارجع لك تاني اكون عملت السطرين على 12 غرزة. بس انا باخد الغرزة اللي من ورا اهي، اكمل السطرين وارجع لك اكون قفلت السطرين دول. كملت السطرين الثبات على 12 غرزة حشو اهي، على 12 غرزة حشو. هبدأ بقى اشتغل في تزايدات الراس. تزايدات الراس بتاعتي اول سطر هيبقى عبارة عن واحد حشو، واحد حشو تزايد،
واللي وراه واحد حشو، واحد حشو، وبعد كده تزايد الخيط الازرق طلع، اكمل السطر ده على واحد حشو تزايد، واحد حشو تزايد. ال 12 غرزة اللي كانوا في السطر اللي فات هيبقوا معايا 18 غرزة حشو تزايد، واحد وهنا تزايد، بعد كده واحد تزايد، واحد تزايد، تمام في السعادل دي تزايد. يبقى كده السطر ده هينتهي معايا على 18 غرزة حشو، ده ادوار التزايد في الراس. كملت الدور كله على واحد حشو تزايد وخلصت الدور ده، هينتهي معاكي الدور ده على 18 غرزة حشو. السطر الجديد اللي بعد الدور ده هيبقى 2 حشو، هيبقى 2 حشو، واحد، 2، تزايد. هتمشي السطر ده كله 2 حشو تزايد 6 مرات، 6 مرات في السطر ده 2 حشو تزايد. اكمل الدور ده برا الكاميرا وارجع لك تاني. هينتهي معاكي الدور ده على 24 غرزة لغاية الاخر 2 حشو تزايد. هبدأ في الدور اللي بعد كده وهو هيبقى 3 حشو تزايد، 1 2 3، والغرزة دي هتبقى فيها تزايد. هشتغل السطر ده كله بنفس الطريقة 3 حشو ورا بعض وبعد كده غرزة تزايد. اكمل السطر بره الكاميرا وارجع لكم تاني. كملت السطر على 30 غرزة حشو وكان معايا 3 حشو تزايد. السطر اللي جاي هيبقى 4 حشو تزايد، 1 2 3 4، والغرزة الجاية هتبقى تزايد. هكمل بقية السطر كله على 4 حشو تزايد، هيطلع معايا السطر ده على 36 غرزة حشو، 36 غرزة حشو. كمل برضو السطر ده واجيلكوا تاني. كملت السطر ده على 4 حشو تزايد لغاية النهاية. هكمل السطر اللي جاي وراه، السطر الجديد هتبقى عندك مضلعة كده بالطريقة دي فيها 2 2 2، تمام. هكمل المرة دي بقى على 5 حشو، ده السطر الجديد هيبقى 1 2 3 4 5، وبعد كده تزايد، 1 2 3 4 5، وبعد كده تزايد. اكمل السطر ده كله بنفس الطريقة، هيخلص معاكي السطر على 42 غرزة حشو. قفلت السطر الخمسة حشو تزايد على 42 غرزة حشو، واهو منظره لسه في تزايدات تانية انا هعملها. هشتغل السطر اللي جاي 6 حشو تزايد، وينتهي معايا السطر الجاي بتاع 6 حشو تزايد على 48 غرزة حشو، او 1 2 3 4 5 6، والغرزة اللي جاية هيبقى فيها تزايد.
واشتغل اللي بعد كده نفس الطريقة لغاية اخر السطر. السطر ده كله 6 حشو تزايد. نكمل السطر برا الكاميرا وارجع لكم تاني. السطر الجاي هيبقى 7 حشو تزايد. السطر الجديد هيبقى 7 حشو تزايد. 2 3 4 5 6 6 بس اعدلها 6 6 7 وبعد 7 هعمل التزايد واشتغل كل السطر على 7 حشو تزايد وارجع لكم تاني بعد ما نخلص. بعد ما خلصت 7 حشو تزايد السطر ده هشتغله 8 حشو تزايد. السطر ده هيشتغل 8 حشو وهم 4 5 6 7 8 واجي عند اخر واحدة اعملها تزايد واكرره 6 مرات. اكرره في السطر 6 مرات. الف السطر ده وارجع لك تاني عشان نشتغل السطر الجديد. السطر ده انا خلصت 8 حشو تزايد. هبدا اشتغل السطر الجديد هيبقى 9 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والغرزة اللي جاية هتبقى تزايد. هكمل بقية السطر بنفس الطريقة 9 حشو تزايد لغاية ما اجي عند الأخيرة هنا واوقف اعمل دور الجديد. بعد ما خلصت السطر اللي انا اشتغلت فيه 8 حشو تزايد هعمل السطر الجديد 9 حشو تزايد. 9 حشو انا كل مرة بزود في غرز الحشو العادية والتزايد معايا بيبقى ثابت في الاخر. فانا المرة دي هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تزايد. هشتغل كل السطر بنفس الطريقة. كل السطر اللي انا ماشية فيه ده هشتغل على 9 غرز حشو وبعد كده اعمل التزايد بتاعي واكمل لنهاية السطر واجيلك. كده انا خلصت السطر اللي انا عملت فيه 9 حشو تزايد. 9 حشو تزايد. هبدأ كمان في دور زيادة جديد 10 حشو تزايد. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعمل 10 غرز حشو ورا بعض وباجي عند الغرزة الأخيرة أعمل فيها تزايد. السطر ده كله همشيه بنفس الطريقة 10 حشو تزايد هيطلعوا معايا 6 مرات في الدور. 6 مرات في الدور. كل مرة عند التضليعة بيتحط تزايد. كمل السطر ده برا الكاميرا وارجع معاكي تاني نكون خلصنا السطر لغاية اخره. كده انا خلصت السطر ده على 72 غرزة حشو اللي هو كنت عاملة فيه 10 غرز حشو تزايد. خلصت السطر كله على 72 غرزة.
دلوقتي انا هبدأ في ادوار الثبات. يعني ايه ادوار الثبات؟ يعني هشتغل كل غرزة في غرزتها بالظبط. معايا 72 غرزة على السطر، السطر الجديد هتبقى 72 غرزة بالظبط، كل غرزة فوقيها غرزتها من غير اي تناقص او تزايد. حتى اللي كنت بعمل تحت فيهم تزايدات في الاخر هشتغلهم غرز عادية. يبقى المفروض السطر ده يطلع معايا 72 غرزة. هعمل ادوار ثبات برا الكاميرا وارجع لك تاني عشان نشوف هنحط مكان العيون فين. انا هشتغل